حذرت مصادر صحفية من ظاهرة تجنيد أبناء السويداء لصالح روسيا في الخارج. لنتابع. عمليات تجنيد الشبان السوريين من قبل روسيا والنظام الإيراني وكذلك قوات الحكومة السورية تجري على قدم وساق، تساعدهم في ذلك الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد. مصادر صحفية من محافظة السويداء أفادت أن عدداً من الشبان الذين جندتهم شركات أمنية ترعاها روسيا كمرتزقة خارج الحدود السورية قتلوا في ليبيا بعد إرسالهم إلى هذا البلد بحجة حماية المنشآت النفطية ومواقع تسيطر عليها القوات الروسية هناك. وبحسب المصادر فإن تردي الأوضاع المعيشية والتخلف عن التجنيد الإجباري للشباب في السويداء كان فرصة ملائمة استغلتها روسيا والحكومة السورية للانتقام من أهل السويداء وأفراغ المحافظة، على خلاف انتقامها من باقي المناطق السورية التي تعرضت للدمار والمجازر. ولا تسيطر قوات الحكومة السورية على محافظة السويداء بشكل كامل، وتخرج بين الحين والآخر في المحافظة الجنوبية مظاهرات مناهضة للحكومة إلى جانب رفض شبابها التجنيد الإجباري منذ بداية الأزمة عام 2011. عمليات التجنيد من جانب روسيا والقوات الحكومية تجري بموازاة عمليات مماثلة من جانب النظام الإيراني الذي افتتح مكتباً في السويداء لاستقطاب الشباب وتجنيدهم في مناطق توجد فيها فصائل تابعة لها كالبادية السورية ومحيط البوكمال. معنا الآن من برلين فاضل نوفل، عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية. سيد نوفل، أرحب بك. على ماذا بنى بعض الصحفيين هذا التحليل برأيك حول أن الحكومة تنتقم من السويداء اليوم؟ مساء الخير. مساء الورد. يعني أولا اسمح لي بس أعطي بنص دقيقة أتكلم عن وضع السويداء قبل الحرب. فضل. محافظة السويداء محافظة فقيرة مهملة، قسم كبير جدا من شباب السويداء كان دائما يحلم بالسفر خارج حدود سوريا وحتى بالهجرة إلى دول مثل فنزويلا وأمريكا الجنوبية، وبالتالي يعني معظم العائلات في محافظة السويداء كانوا يعيشون بشكل يعتمدون بشكل مباشر على حياتهم من الواردات المالية التي تأتي من الخارج. هذا قبل الحرب. بعد الحرب، بعد 10 سنوات في ظل سياسة الفقر والتجويع وسياسة الخراب والدمار وسياسة البراميل التي مارستها السلطة خلال هذه 10 سنوات على مستوى كل سوريا، لابد من أن نجد أن تأثير مثل هذه السياسة كبير جدا على محافظة مثل محافظة السويداء. كما قلت هي محافظة فقيرة بالأساس. اليوم تستغل روسيا وإيران و باقي الدول التي تسيطر على الوضع في سوريا، تستغل حاجة الشباب السوري وحالة العوز وحالة الفقر وحالة الجوع التي يعيشها المجتمع السوري وحالة الإفلاس الاقتصادي وحالة هذا الانهيار ليجندوا هؤلاء الشباب في حروب عبثية كليبيا، فنزويلا، أذربيجان وغيرها من الدول التي يعني تجد فيها مصلحة لروسيا أو لإيران أو لتركيا حتى. حتى نستطيع القول على أن هذا تم سابقا، يعني إيران لم تبدأ بالتجنيد عن طريق المكتب الجديد الذي فتحته في السويداء. إيران بدأت بتجنيد الشباب منذ 2012 من خلال حزب الله، من خلال الحرس الثوري الإيراني، من خلال بعض التنظيمات التي دخلت إلى محافظة السويداء وإلى سوريا بشكل عام، وبدأت بتجنيد الشباب السوري ليكونوا وقودا في هذه الحرب العبثية التي يشنها النظام السوري على شعبه منذ 2011 إلى يومنا هذا. طيب، لماذا عملية التجنيد هذه تحدث في السويداء تحديدا؟ وتحدثت عن وجود مكتب لإيران في المدينة، ماذا نعرف أكثر حول آلية التنسيق، آلية تسجيل هؤلاء الشبان؟ إيران كما قلت موجودة منذ بداية الأحداث، من خلال حزب الله، من خلال الحرس الثوري الإيراني، من خلال ما سمي بالدفاع الوطني، من خلال جمعية البستان، هي من تدعم هذه المنظمات أو هذه الفصائل المسلحة لتجند شباب السويداء مستغلين حالة الفقر وهذه الحالة المزرية، يعني حالة الاقتصاد السوري. اليوم كل العالم يعرف أن سوريا هي من أفقر دول العالم،
وبالتالي محافظة فقيرة حتما ستستغل هذه الدول هذا الوضع للاستغلال الشباب وليكونوا وقودا كما قلت لهذه الحرب. بالنسبة لإيران، بالنسبة لروسيا، الأمر واضح تماما، وهناك أسماء وكل العالم تعرف، حتى هناك صور يعني واضحة تماما لانتقال الشباب إلى حميميم ومن ثم السفر إلى ليبيا. وهناك كما ذكر تقريركم منذ أسبوع تقريبا بلغ عن موت أحد الشباب من بلدة عريقة، وبالتالي الموضوع يجري على قدم وساق وتحت أنظار كل أجهزة الأمن السورية وتحت أنظار كل أجهزة السلطة في سوريا. طبعا هذا الموضوع يعني هو موضوع انتقام من السويد، هو انتقام من سوريا كلها. يعني سياسة تفريغ سوريا من شبابها بدأت منذ 2011 إلى يومنا هذا. ما الهدف؟ أهل السويد ربما يجدون في روسيا أو يجدون عند روسيا فرصة للخروج، لأنهم لا يملكون خيارا آخر. كل دول العالم اليوم أقفلت حدودها مع سوريا. يعني هذه الهجرة إلى ليبيا كنت تجدها قبل الحرب وبنسب كبيرة جدا من الشباب السوري للبحث عن العمل. صحيح. إلى الخليج العربي، إلى لبنان، إلى باقي الدول. اليوم كل هذه الدول للأسف أقفلت حدودها. سوريا ليس لها محافظة السويداء ليس لها أي منفذ آخر. يعني هم لا يستطيعون الوصول إلى تركيا مثلا على سبيل المثال للانتقال إلى أوروبا كما فعل غيرهم. بالتالي يجدون نفسهم مضطرين، وهذا ليس تبريرا أبدا، ليس تبريرا لأن تحول شباب سوريا أو شباب السويداء بشكل خاص إلى أن يكونوا ميليشيات مسلحة تحت خدمة الروس أو الإيرانيين أو الأتراك أو أي سلطة أخرى. لكن هذا الواقع المزري الذي تعيشه البلد يدفع الكثير من الشباب للأسف إلى هذا الخيار الصعب جدا. إذن وسائل الإقناع الشباب لا لم تكن في الغالب فقط مادية؟ طبعا هي في الأساس مادية. في بداية الأزمة كثير من الشباب انخرطوا تحت يعني محاولات تحت أساليب إقناع غير هذا الأسلوب، مثل الأسلوب الطائفي الذي استخدمه النظام، مثل بعض الأساليب التي كانت يعني تحت مسمى حماية الأقليات وما غيره من خلال استخدام النظام لهذه السياسة في إخافة أو في زرع الخوف عند محافظة مثل محافظة السويداء. نعرف أن مكونها هو الأساسي من الأقليات في سوريا. أما الوضع المادي اليوم هو العامل الأساسي حقيقة في انتقال في تحويل هؤلاء الشباب إلى ميليشيات لخوض حروب ليس لهم علاقة فيها بالمطلق. وكما قلت لك، لو كانت الدول العالم فاتحة حدودا لشباب السويداء أو لغيرهم من الشباب السوري لوجدت أن هؤلاء الشباب ونسبة عالية جدا جدا منهم قد ذهبوا إلى ليبيا للعمل أو قد ذهبوا إلى الخليج العربي للعمل أو إلى لبنان أو إلى أي دولة أخرى بحثا عن لقمة العيش وليس للقتل وليكونوا ميليشيات مسلحة تحت سيطرة روسيا أو غيرها من الدول. الحكومة أو القوات الحكومية ما دورها في عملية التجنيد الحاصلة؟ طبعا كل الذين يقومون بالتجنيد هم عملاء النظام وهم أزلام النظام ومعروفين بالاسم في محافظة السويداء. ومن هنا هذا نداء لوجهاء محافظة السويداء لمشايخ العقل. ومشكور الأمير لؤي الأطرش على بيانه الأخير حول هذه المسألة، هو الوحيد الذي تكلم عن خطورة هذه المسألة. الأمير لؤي الأطرش ماذا قال؟ قال إن هذا الأمر مرفوض تماما، وعلى المجتمع على أهل محافظة السويداء، على المجتمع المدني في محافظة السويداء أن يوقف هذه المهزلة وأن يوقف تحويل شبابنا إلى وقود للحرب. يكفي الشباب الذين قتلوا في هذه الحرب المجنونة في سوريا ليكونوا وقودا في حرب في ليبيا أو في فنزويلا أو في أذربيجان أو في أي مكان آخر. ما مخاطر هذه الظاهرة أستاذ فاضل؟ واضح جدا مخاطر هذه الظاهرة. تفريغ محافظة مثل محافظة السويداء من شبابها، ومحافظة السويداء معروف أن عدد سكانها قليل جدا، وبالأساس كما قلت نسبة عالية جدا من شباب محافظة السويداء موجودين في فنزويلا، في أمريكا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الخليج. يعني منذ 1970 إلى يومنا هذا كل شباب السويداء يحلمون بالسفر، أو هم سافروا فعلا أو هاجروا لبلاد بعيدة ولم يعودوا إلى محافظة السويداء. هذا اليوم بيجي بتكفي روسيا وإيران هذه السياسة لتفريغ المحافظة من شبابها واستغلالهم في مثل هذه الحروب التي لا ناقة لهم ولا جمل، إنما هي حروب مصلحة هذه الدول في صراع حول النفط وحول حماية مصالحها في تلك الدول. ما المطلوب من وجهاء العقل في السويداء سيد نوفل؟
مطلوب من مشايخ العقل ومطلوب من وجهاء محافظة السويداء أن يتخذوا موقف واضح كما اتخذ هذا الموقف الأمير لؤي الأطرش، وأن يقولوا بأن هذا سواء بالبعد الديني محرم أن يخرج أبناء محافظة السويداء خارج محافظتهم للقتال في أي دولة في العالم، وأن لا يتحولوا إلى ميليشيات. ومطلوب من الوجهاء أن يبحثوا عملية إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب وتحسين الوضع المعيشي في المحافظة من خلال القضاء على عصابات التهريب، من خلال القضاء أو محاربة التجار الذين يستغلون الوضع الحرب المزري في البلد لرفع الأسعار. وأن على الأقل هذه المحافظة اعتبرت من المحافظات الموالية للنظام، على النظام أن يبدأ بحل مشكلة شباب السويداء من خلال إيجاد فرص للعمل، ليس من خلال ميليشيات تذهب إلى ليبيا للقتال أو إلى فنزويلا أو إلى أذربيجان أو إلى أي مكان آخر بالعالم، بل من خلال فرص عمل في داخل محافظة السويداء أو داخل سوريا، ليؤمنوا على الأقل لقمة عيشهم، ليستطيعوا التعليم، ليستطيعوا التباهي، ليستطيعوا أن يعيشوا مثل باقي البشر. ما مدى دقة المعلومات التي تتحدث عن تنافسية بين موسكو وطهران في ظاهرة تجنيد شبان السويداء؟ الصراع الروسي الإيراني واضح جدا في الجنوب السوري بشكل عام، في الجنوب بشكل عام، في سوريا بشكل خاص، في الجنوب أفضل. وهذا الصراع قد ينعكس حول عملية التجنيد، يعني إيران ليس لها نفوذ في ليبيا، إيران تجند الشباب السوري من أجل الخوض الحرب السورية داخل سوريا، يعني من أجل أن يكونوا ميليشيات لدعم النظام داخل سوريا ولدعم المشروع الإيراني داخل سوريا. أما بهذا الموضوع فروسيا أعتقد يعني هي لا تجد أي منافسة من إيران بتجنيد الشباب إلى خارج سوريا. سؤال أخير أستاذ فاضل، كيف تابعت التوترات الأخيرة في مدينة السويداء وهل هدأت الأمور؟ طبعا التوترات الأخيرة هي يعني تماما نتيجة السياسات التي اعتاد ممارستها النظام على مدى نصف قرن ماضي، من خلال التسلط، من خلال الهيمنة، من خلال الاستهتار بالآخرين. وبالتالي يعني ضابط أمن من الممكن أن يوجه إهانة لشيخ عقل طائفة ولا يعني بدون أي حسابات، كما بدأت الأحداث، يعني بداية الأحداث في درعا، كلنا نعرف كيف بدأت الأحداث من خلال عاطف نجيب. إنما في السويداء يبدو أن الأمر كان مختلف من خلال هذا الالتفاف الشعبي حول مشيخة العقل، وكما قلت نأمل من مشيخة العقل أن تأخذ دورها وأن لا تكون فعلا أداة في يد هذه السلطة المجرمة، وأن تساهم في إيقاف هذه المهزلة من خلال تجنيد شباب محافظة السويداء، ومن خلال اعتقال الشباب، من خلال هذا الخطر الاجتماعي الذي بات يهدد محافظة السويداء، مخدرات، عصابات خطف، عصابات قتل، سرقة سيارات، كل يوم هناك حوادث قتل للأسف في المحافظة على مشايخ العقل الذين وجدوا هذا الالتفاف الشعبي حولهم أن يدركوا أن قوتهم من خلال هذا الشعب الذي التف حولهم عندما وجه ضابط تافه إهانة إلى شيخ العقل، ووقفوا كلهم خلف شيخ العقل وقالوا بالحرف الواحد إننا مستعدين لتقديم كل شيء على أن لا تهان هذه الرموز الدينية الموجودة عندنا، وبالتالي على هذه الرموز أن تستغل هذه الحالة الشعبية لمعالجة الأوضاع المزرية في محافظة السويداء. جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات من برلين فاضل نوفل، عضو الأمان العامة للجان الديمقراطية السورية. بعد الفاصل مستمرين في ملفات حديث اليوم.